أرحب بجميع المشاركين في الجلسة العاشرة من هذا المؤتمر العلمي الذي يتناول واقع اللغة العربية بقارة الإفريقية. أرحب بجميع المشاركين وهم معي الآن في الجلسة: عثمان حسن عثمان وسعيد الحبيلي، ماهر الفهد من العراق، هدى بالمكي، وايضا مفيده محمد سعيد جبران، ومنال تريكي وحوري ومان من الجزائر، والعجان يوسف. ارحب بكم مجددا واتمنى ان تساهموا بمداخلاتكم في اغناء هذا النقاش الذي بداناه منذ يوم امس حول واقع اللغه العربيه بالقاره الافريقيه. فقط في تعديل بسيط في البرنامج، نعطي الكلمه لو سمحتم للباحثه مفيدة محمد سعيد جبران من ليبيا، نظرا لظروف خاصة عندها مرتبطة بالإنترنت، لذلك سنعطي لها الكلمة في البداية. وسيكون موضوعها هو العلاقات العربية الإفريقية، الجذور والتأثيرات. فتتفضل الدكتورة مفيدة، ورجاء أن تحترم التوقيت المخصص وهو 10 دقائق. شكرا، تفضل. تفضلي. تمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أحب أن أشكر جامعة سليمان الدولية على إتاحة هذه الفرصة لإقامة هذا المؤتمر اليوم احتفاء باللغة العربية، ونشكر جميع الشركاء في هذا المؤتمر على هذا العرس، عرس اللغة العربية. نظرا لضيق الوقت ونظرا لانشغالي، حاختصر، حاول اختصار الورقة قدر الإمكان. مشاركتي في هذا المؤتمر في محور السياق التاريخي بورقة بحثية مفصومة بعنوان العلاقات العربية الأفريقية، الجذور والتأثيرات. وسنطلعكم على في هذه الورقة على العلاقات وجذور العلاقات بين العرب والأفارقة قبل وبعد انتشار الدين السمح، وأثرها في نشر وتوطين اللغة العربية بأفريقيا. ونتيجة ونظر لأهمية هذا البحث أنه يستلزم البحث لصبر غور عمق هذه العلاقات، وتتمحور إشكالية البحث في معرفة عمق هذه العلاقات، وهل لها مساهمة فعالة في نشر وتوطين اللغة العربية بأفريقيا والثقافة الإسلامية. الأمر الذي استدعى حضور عدة تساؤلات، منها ما طبيعة العلاقات فيما سبق، وما مدى تأثير كلا الطرفين بحضارة الآخر، وإلى أي مدى ساهم الدين الإسلامي في انتشار وتعميق اللغة العربية وأثرها، والتحديات التي واجهت اللغة العربية في الآونة الأخيرة. طبعا ورقة مقسمة إلى 5 مباحث، هي العلاقات الجيولوجية، المبحث الثاني العلاقات العربية قبل الإسلام، والمبحث الثالث بعد الإسلام، والرابع في تأثير هذه العلاقات في انتشار اللغة العربية والحضارة والثقافة الإسلامية، والمبحث الخامس التحديات التي واجهت اللغة العربية في أفريقيا. وديلت الورقة بخاتمة خلاصة ما توصلت إليه. نبتدي بسم الله. ارتبط العرب بالأفارقة بعلاقات متنوعة شملت كافة جوانب الحياة. هذا التنوع كان له دور في التكوين الحضاري للمنطقة، فقد أكدت المصادر الأثرية عمق العلاقات وتشابه وتقارب الحضارتين، إذ إن العلاقة قائمة على أساس الترابط في تداخلاته البشرية والجغرافية والتجارية والثقافية. ذلك الترابط الذي حددته وأرجعته الحفريات تاريخيا وزمنيا إلى ما يقارب 3 ملايين سنة، عندما كانت القارة الأفريقية القارة كتلة واحدة. فالعلاقات الجيولوجية بين القارة الأفريقية وشبه الجزيرة العربية كانت قديمة جدا، حيث كانت شبه الجزيرة العربية جزء مكون من أجزاء هذه القارة. فمنذ 175 مليون سنة كانت القارات الموجودة حاليا جميعها مندمجة في مع بعضها في كتلة واحدة مكونة قارة عظمى اسمها بنجايا،
وتقع أفريقيا في منتصفها. وآخر التشققات التي حدثت هي التي حدثت في نحو 3 ملايين سنة، حدث الشق الأول وهو أزاح شبه الجزيرة العربية عن كتلة القارة وأدى إلى ظهور البحر الأحمر وخليج العرب وتكوين برزخ السويس. إذن العلاقات العربية الأفريقية علاقة قديمة قدم وحدة الأرض نفسها، وإن انكسار الطبيعي الجيولوجي السالف الذكر لم يمنع التواصل بينهما. وهنا يتطرق إلى إذهان سؤال يطرح نفسه، وهو متى ظهر العنصر البشري بالقارة الأم. ومن خلال الدراسات والحفريات أثبتت أن أول مخلوق بشري يرجع تاريخه إلى ما يقارب 2 مليون سنة، وبذلك باكتشاف هيكله. العلاقات العربية الأفريقية قبل الإسلام، علاقة شبه الجزيرة العربية بالسواحل الشرقية، يمكن تمثيل العلاقات بينهما بتلك الهجرات المتعاقبة التي قام بها العرب عبر الفترات التاريخية وما ترتب عنها من تشابك وتبادل حضاري بينهما، وكانت لتحقيق عدة أهداف، منها اكتشاف مواطن جديدة، تجارة، الهجرة، الاستيطان. إذ كانت الجزيرة العربية مستودعا بشريا عظيما يفيض منه الهجرات البشرية، على الرغم من صعوبة الإلمام بكل المصادر التي أشارت إلى تلك الهجرات، إلا أننا حاولنا جمع الاستدلالات من بعض المصادر الموثوقة المكتوبة لمعرفة ملامح انسياب التدفقات البشرية وأسبابها. ولعلنا نرجع إلى ما تركه لنا أبو التاريخ هيرودوت حول رحلة مجموعة من الشباب المغامرين الذين دفعتهم رغبة المغامرة إلى اكتشاف أفريقيا، وكذلك ما تركه لنا صاحب كتاب الاكتشاف البحري في القرن الأول الميلادي، حيث كان يتعجب من كثرة السفن العربية في الساحل الشرقي الأفريقي. ولعل مجاورة البلاد العربية لهذا الجزء من أفريقيا مكن العرب من عبور البحر الأحمر وبرزخ السويس والتقدم نحو الحبشة وأريتريا والسودان، كما أسهم العامل المناخي في توطيد وتوصيل وتواصل الهجرات العربية فترة الخريف والربيع، كما دفعت هذه الطبيعة الحضاري واليمنيين لتوثيق العلاقات التجارية مع جزر زنجبار ودار السلام وكلوة. هذه الهجرات تركت أثار مميزة وواضحة المعالم في نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا أن هناك علاقات عدائية لم تكن العلاقات كافة علاقات سلمية، وإنما كانت منها الحروب الطويلة بين الأحباش وأهل اليمن، وحيث احتل الأحباش شواطئ اليمن أكثر من مرة. وقد أكد لنا الأثر المنقوش في أوديس عن أقدام النجاسي ملك الحبشة على مهاجمة اليمن في أوائل القرن الثاني قبل الميلاد. وهنا مما يتحتم علينا البحث أن نتحدث عن مسميات هذه القارة، فلا بأس أن نعطي تعريفا موسعا لها، حيث اختلفت الروايات حول تسمية المنطقة باسم أفريقيا، حيث أطلق عليها سابقا اسم ليبيا وسمي أهلا بالليبو، ثم عرفت بأثيوبيا ثم أفريقيا وهم مشتق من أفرو. وأما علماء الأنساب العرب منهم ابن بطية في كتاب تاريخ افتتاح الأندلس فيقول أن أفريقيا مشتقة من اسم أهلها الأفارقة. وأما المؤرخ القيرواني في كتاب المؤنس في أخبار الأفريقية فإن أفريقيا سميت بأفريقش بن أبرهة ملك اليمن. هذا حول تسمية أفريقيا. بالنسبة لعلاقة أهل شمال أفريقيا بجنوبها، تعتبر طرابلس بوابة أفريقيا التجارية عبر حقب تاريخية متعددة، فقد لعبت دور الوسيط متميزا وشكلت أراضيها شبكة مترامية الأطراف طرق القوافل التي تنقل المنتجات الأفريقية إلى طرابلس وتعود محملة بمنتجات البحر المتوسط. وكذلك قبيلة جرمنت الفزان وعلاقتها بأرض السودان، ولن ننسى من مدينة قرطاجنة ونصيبها في توطيد العلاقات التجارية بينها وبين أواسط أفريقيا. أما مصر فكانت العلاقة بينها وبين السودان قدمها قدم النيل، وإذ إن القبائل الروح القاتنة على ضفاف النهر انتقلت من مكان إلى مكان بسبب العوامل الطبيعية وكسبا للمعيشة. إن الوجود العربي قبل الإسلام بالمنطقة كان يتسم بالاستقرار المؤقت وإنشاء المراكز التجارية، ومما يعكس عراقة هذه العلاقة هو التشابه العرقي واللغوي والثقافي بين الشعوب الناطقة بالحامية
والسامية، ونقلت الهجرات السامية والحامية لغلتهم وخبرتهم الزراعية والعمرانية إلى أفريقيا. العلاقات العربية الأفريقية في ظل الإسلام، إن الاتساع والزخم للوجود العربي في المنطقة الأفريقية حصل في القرن السابع الميلادي، وتحديدا في أول هجرة عربية إسلامية أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملك لا يظلم عنده أحد. هذه الهجرة تشير في دلالاتها للمعرفة الوثيقة بالأراضي الحبشية والسلطة المركزية، وحيث حمل العرب على عاتقهم مهمة نشر الإسلام في كافة أرجاء القارة الأفريقية، وعن طريق عدة طرق. وأعدت هذه الأبعاد جديدة للعلاقات، وهي نشر الرسالة الإسلامية. وقد توالت الهجرات العهد الإسلامي إلى ونتيجة لعدة ظروف: أولا هجرة أصحاب الرسول، وكذلك هجرة الخوارج الذين هربوا للحبشة طلبا للأمن، وكذلك هجرة المرتدين وهجرة الخوارج في العهد الأموي والعباسي، إذ وأولها كان في سنة 704، وكذلك هجرة الإخوة السبع. دكتورة مفيدة، من فضلك في دقيقتين. تمام. التأثيرات، المبحث الرابع وهو التأثيرات الحضارية، أدى ظهور الإسلام إلى ازدياد ترابط العربي الأفريقي ومنح القارة بصبغة دينية. وهنا نتساءل: هل للغة العربية دور في هذا التواصل؟ إذا نظرنا بتمعن في الخارطة اللغوية الأفريقية سنقف على الوضع الحقيقي للغة العربية. هذا التشابك نتج عنه لغات عدة خليطة، مثل اللغة السواحلية، وهي تلاقح مؤثرات أفريقية عربية فارسية، ودخلت المفردات العربية في أكثر من 30 لهجة أفريقية، وأصبحت تمثل 50% من مفرداتها. وأول بلد في أفريقيا استقرت فيه اللغة العربية هي مصر، ثم انتقلت إلى شمال أفريقيا. فاللغة العربية كان لها حضوراً قوياً قبل الإسلام في مناطق شرق أفريقيا القرن الأفريقي، أما باقي المناطق فكان حضورها أو حضور اللغة العربية رافق الفتح الإسلامي ورافق انتشار العلماء، فانتشرت اللغة وأصبحت لغة العبادة والعلم والتجارة والسياسة، وعني بها الملوك الأفارقة، ولعل من أبرزهم ملوك دولة سنغاي الإسلامية الذين شجعوا على تأسيس المدارس والخلوات ومنحوا المكافآت إلى للمدرسين الوافدين. ومعظم الكتابات في آنذاك كانت تكتب باللغة الأفريقية ولكنها بالحرف العربي، وهو شكراً. وهي شكرا شكرا دكتورة، وإن شاء الله سنتمم وسنستفيد من المقال عندما ينشر لاحقا. شكرا. إذن شكرا للدكتورة مفيدة من ليبيا، التي تحدثت لنا عن جذور العلاقات العربية الإفريقية في مراحل متعددة قبل الإسلام وبعد الإسلام، وسنتمم ما جاء في عرضها لاحقا عندما ينشر هذا المقال بحول الله. شكرا مجددا للدكتورة مفيدة. إذن أعطي الكلمة بسرعة للدكتور عثمان حسن عثمان من الرشاد. دكتور عثمان حسن له مقال بعنوان اللغات المحلية وأثرها على الأدب العربي في إفريقيا جنوب الصحراء، لغة الفلان نموذجا، فليتفضل الدكتور عثمان. مشكورا. دكتور عثمان شغل المايك من فضلك، الصوت المايك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. تسمعني دكتور؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الخاتم الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، نشكر الإخوة المنظمون لهذه المأدبة العلمية المعنى بواقع اللغة العربية في القارة الإفريقية بين الحاضر والماضي. موضوعي حول اللغات المحلية وأثرها على الأدب العربي في إفريقيا جنوب الصحراء، لغة الفلان نموذجا. بحمد الله وتوفيقه
أبدأ بعرض هذه الورقة العلمية في مؤتمركم المفضل. أقول الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين وجعل اختلاف ألسنة الناس آية وحكمة، فقال جل شأنه: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فإن البحث في اللغات المحلية المتداولة في مجتمعاتنا يجب أن نقف عليها لنظهرها على حقيقتها كلغات تستحق الدراسة بمختلف نواحيها ومجالاتها، فهي غنية في ذاتها كلغة ذات أصول تعمل من أجل أن يحقق الناطقون بها قدراً كبيراً من البيان والفصاحة، ولهذا تستحق الدراسة والعناية. فاعتنى بها كثير من الأبحاث العلمية لدراسة اللغات المحلية، وما جاءت هذه الندوة العلمية إلا لتبرز دور اللغة العربية في هذه القارة العريقة. ومن هنا جاءت الدراسة لتبرز الجانب المعرفي لأهم لغة في إفريقيا، هي اللغة الفلانية التي تكاد تكون واسعة الانتشار في عدد من الدول الإفريقية بأنماطها المختلفة، إلا أن نماذج هذه الدراسة المتواضعة هي في لغة الفلان المتصفة أو التي تتصف بلغة فلان أدماوة. وقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة وخصوصياتها تقسيم البحث إلى مقدمة تمهيدية وثلاث مباحث، وتحت كل مبحث نقاط وخاتمة البحث ونتائجه. في المبحث الأول تناولت اللغة تواصل اجتماعي، في المبحث الثاني تناولت تأثير اللغة الإفريقية اللغات الإفريقية باللغة العربية، وفي المبحث الثالث تكلمت عن الأدب العربي وتأثيره اللغات في إفريقيا دراسة تطبيقية في لغة الفلانية في الفلان أدماوة. في ما يتعلق بالمبحث الأول هو اللغة التواصل الاجتماعي، تم تحديد مفهوم اللغة عند المتقدمين اللغويين، فهي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضه بين الناس أفرادا وجماعات، فلا يمكن أن تنال مرادك إلا بالتعبير المنطوق المشتمل على أصوات مفهومة أو بالإشارة الواضحة. إذا اعتبرنا النظرية الإشارية ضمن نقل الأفكار حسب بعض المدارس الدلالية الحديثة، ونشير هنا إلى تعريف العالم ستير للغة بأنها نظام من الإشارات تعبر عن الأفكار، ويمكن تشبيه هذا النظام بنظام الكتابة، فالطقوس الرمزية أو الصيغ المهذبة أو علامات المرور وغيرها تعالج اللغة ويفهم منها المقصود. فقد فرق ديسوسير تفريقا واضحا بين اللغة والكلام، وهو تفريق اعتمدته المدرسة الوصفية منهجا لها. لعل التعريف الذي قدمه العالم ابن جني يوافقه كثير من الباحثين المحدثين فيما يخص الطبيعة الصوتية للغة، فهو يوضح اللغة من جانب وظيفتها، إلا أن علماء السيكولوجيا يرون غير ذلك، فاللغة عندهم ليست أصوات فقط بل هي أفكار أيضا. فعندما نقول بأنها أصوات من غير أفكار فهو تعبير ناقص عندهم، فهناك أصوات عديدة لا تدخل في نطاق اللغة كأصوات الطبيعة وأصوات الحيوانات خلافا للنظرية السلوكية. يقول ابن خلدون: اعلم أن اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصود، وتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن القصد بإفادة، فلا بد أن تصير ملكة في الأذن الفاعل لها وهو اللسان،
وفي كل أمة بحسب إصلاحاتهم. نستخلص أو نخلص من خلال ما تقدم أن اللغة عامل اجتماعي ينطلق من محور التواصل بين الناس، معناه الدلالي المعجمي، ففيه مجموعة من المصطلحات مثل الترابط، الالتئام، الإخبار، التخاطب، التحاور، الاقتران، ومن جهة أخرى مجموع من الكلمات الدلالية مثل الوصول، الوصل، التوصيل، الإيصال، التوصل. فابن منظور في كتابه اللسان ناقش الموضوع في من جانب الكلمة نفسها، يقول: وصلت الشيء وصلا وصيلة، والوصل ضد الهجران، والوصل خلاف الفصل، وصل الشيء بالشيء، يصله وصلا وصلة وصلة. فلا شك أننا نعني بالتواصل الذي أشار إليه ابن خلدون هذا ما يتبادر إلى الذهن في الوهلة الأولى، لكن العامل الاجتماعي يرى التواصل من المنظور الاجتماعي بأوسع معانيه، فهي المشاركة والمحاورة والمخاطبة والاقتران والترابط وغيرها مما يقرب علاقة اللغة. ولا يمكن أن يتمحور في وسط فارغ، فأينما تحل جماعة في بقعة توجد معها لغة. فاللغة في ذاتها أداة تواصل اجتماعي ممنهج من الخالق جل شأنه. صراع اللغات. تختلف اللغات بعضها عن بعض اختلافا كبيرا في المساحة التي تشغلها أو في عدد الأفراد الناطقين بها. فقد تكون على مستوى قارة أو إقليم أو دولة أو مقاطعة أو شعب أو شعب ما في عدة، كما هو حال اللغة الفلانية. وتختلف كذلك في البيئات اللغوية، وتعمل كل لغة على الحفاظ بوحدتها وكيانها، فتحارب عوامل الابتداع والتغيير في محيطها اللغوي، ولا تعلو جهدا في درء ما يوجه إليها من هجمات خارجية. فتحارب عوامل الابتداع في داخل محيطها، تحافظ على وضعها بفضل العلاقات الوثيقة التي تربط الناطقين بها بعضهم ببعض. وكل محاولة فردية للخروج على النظام اللغوي تجد مقاومة عنيفة يتم القضاء عليها في مهدها. فحمايتها من اللغات المجاورة لها يرجع إلى ضعف الصلات التي تربط أهلها بمن جاورهم، وقلة فرض احتكاكهم بها، سيما إذا كانت الفجوة كبيرة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. غير أنه يتاح أحياناً للغة ما فرض الاحتكاك الدائم بلغة أخرى، وحينئذ تشتبك اللغتان في صراع أهلي لإثبات الذات. وهو لا يختلف كثيراً في مظاهره وطرقه عن الصراع اللغوي، فتتغلب لغة على أخرى، هو منهج طبيعي تغلب اللغات المختلفة بعضها على بعض. وأرى أن ظاهرة تعدد اللغات لها جانب إيجابي، من حيث أنها وفرت موادا خاما للباحثين والعلماء كي يكتبوا فيه. كذلك تطلعنا على طبائع القبائل المختلفة من حيث ميولها للشدة أو الهمس وغير ذلك. ونستطيع أن نمثل تفضي نواميس الصراع اللغوي أن يكتب لها النصر، تحتل مناطق اللغة المقهورة، فيتسع بذلك مدى انتشارها، كما حدث للاتينية التي تغلبت على اللغة الأصلية لإيطاليا وأسبانيا وغيرهما، فأصبحت لغة الحديث والقراءة والكتابة بعد أن كانت مقصورة على منطقة ضيقة وسط إيطاليا في منطقة اللاتيوم. وكما حدث للعربية استغلبت على كثير من اللغات السامية الأخرى وعلى اللغات القبطية والبربرية، بين بها نحو 100 مليون ينتمون إلى نحو 22 دولة. تأثير اللغة الإفريقية باللغة العربية. كانت العلاقة بين الدول الإفريقية طبيعية، لم تشقها العوامل المساعدة على العزلة أو الانفصال. فلم تشهد إفريقيا في يوم من الأيام أي تأثير يسيء إلى علاقاتها، على الرغم من طول المسافات وكثافة الغابات وغيرها من الأوائق الطبيعية
بل ظل النسيج الاجتماعي الإنساني مترابط متكامل، فلم تنقطع شمال إفريقيا عن جنوبها، فالرحلات ضاربة في جذورها من الشمال إلى الجنوب والعكس. فانتشرت العربية كلغة ودين خلاف ما يراه الغرب، كما أن اللهجات الإفريقية قد تأثرت باللغة العربية في بعدها الديني فقط، أن العربية لم تستطيع أن تلقي بظلالها الوارقة على القبائل الإفريقية، بل ظلت منحصرة في الجانب التعبدي ليس إلا. والحقيقة التي لا مراء فيه أن العربية قد انتشرت بثقافتها كلغة تحمل حضارة علمية. ولكي نقدم تصورا عاما عن مدى تأثير اللغة العربية على اللغات الإفريقية عموما، سنضرب بعض الأمثلة التي توضح تأثير اللغات الكبرى في إفريقيا بالعربية. هي في اللغة السواحلية، في دقيقة المندينغا، الهوسة والفلان. فتشتمل هذه اللغات أكبر مجموعة لغوية في إفريقيا، وإن كانت توزع على لهجات تختلف من بلد إلى أخرى من حيث النبرة والتنغيم الصوتي، غير أن الفلانية التي تعد محور الدراسة هي وحدها من بين اللغات لم يكن التفاهم فيها بين المتحدثين بها على وتيرة واحدة. فهم أينما حلوا لا يختلفون في الملامح والدم بقدر ما يختلفون. وهنا قد قدمت ملخصا واضحا في البحث، والنتائج وتوصيات كذلك سوف تدرج في خاتمة الدراسة، وإن شاء الله سوف يكون منشورا من خلال أعمال المؤتمر. وشكرا سيدي علي، شكرا. شكرا شكرا دكتور عثمان حسن عثمان على هذه المداخلة القيمة، والتي حاول من خلالها التطرق لمفهوم اللغة ودورها، وأيضا تأثر اللغة الإفريقية باللغة العربية، وتأثر اللهجات الإفريقية باللغة العربية، وكذلك اقتصار العربية على الدين والتعبد فقط في المناطق الإفريقية. شكرا مجددا للدكتور عثمان حسن نعمان على هذا العرض القيم. ومباشرة أحيي الكلمة للدكتور سعيد الحبيلي من المغرب، وعنوان مداخلته هو مدينة بوابة إلزامية لتعميم وإرساء اللغة العربية في إفريقيا. يتفضل الدكتور سعيد، مشكورا. وقبل ذلك أرجو من الدكتور عثمان إغلاق المايك. دكتور عثمان، دكتور عثمان تفضل. دكتور شكرا. السلام عليكم. في البدء أتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور مصعب سليمان جمل، رئيس جامعة سليمان سوريا ورئيس مؤتمر. كما أتقدم بالشكر أيضا للدكتور إبراهيم سعيد البيضاني الأمين عام للاتحاد الدولي للمؤرخين. كما أتقدم بالشكر للسادة الحضور والحضور الكريم. فرقتي المداخلة كانت باللغة الفرنسية، مداخلة كانت أصلا باللغة الفرنسية، إلا أنه لضرورة ارتأيت. أسمعك. المرجو من الدكتورة حرية ومان إغلاق المايك. ممكن أن أسمعك بشكل عام في إفريقيا الغربية بشكل خاص، ممكن أن يجب التعقيد ليس فقط في حضور مجموعة من اللغات، لكن أيضا ببعض اللغات التي أنشدت بدورها مجموعة من الاستعارات اللغوية. إذا تواجد وتعايش هذه اللسانات أو اللغات داخل الفضاء الجغرافي الواحد يحتم على مستعمليها التعامل معها. وهذه الدينامية اللغوية يعود الفضل فيها إلى المدن التي سبق ذكرها
التي عرفت بدورها تحولا كبيرا وتنقلات متكرره، بالاضافه الى عمليه العمران. لماذا العمران؟ لان هذا الاخير ساهم في خلق مجموعه من الشبكات للتواصل. شيء اخر، رغم تواجد هذه الاشكال من العمران، جمله اخيره من فضلك اذا سمحت، التي صاحبت مجموعه من اللغات بقيت مجموعه من اللهجات صامده الى الان، بل ويتم تداولها بشكل كبير الى جانب اللغه العربيه، وهي لهجات الولود ولهجات الهاوسا ولهجات سواحلي. وشكرا على صبركم والى اللقاء. شكرا دكتور سعيد بيلي على هذه المداخله القيمه، والتي تحدث فيها بالخصوص عن مدينه تومبوكتو، وابرز بعض شهادات الرحاله العرب، واشار كذلك الى الخزانات الموجوده ببعض المدن الافريقيه الى جانب تومبوكتو، وكذلك تاثر او تاثير عفوا اللغه العربيه على اللغات المحليه، والتلاقح الموجود بين اللغه العربيه واللهجات المحليه الافريقيه. شكرا للدكتور سعيد على المداخله القيمه، وشكرا جزيلا. إذن أحول الكلمة مباشرة للدكتورة هدى بلمكي، إن كانت حاضرة معنا من المغرب. هدى بلمكي من المغرب، في موضوع بعنوان واقع اللغة العربية بالمدرسة المغربية وأفاقها، فليتفضل. مشكورة. شكرا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مداخلتي هي واقع اللغة العربية بالمدرسة المغربية وآفاقها. وكما تعرفون فإن وضع اللغة العربية والوضع الذي تعيشه بمنظومتنا التربوية عموما ووضع متفاقم يدفع كل غيور أو مهتم بها إلى البحث في أسباب هذا الوضع كمحاولة الوقوف عند الداء والبحث عن الدواء. ولكن استمراره وتزايده يطرح إشكالات كثيرة تدعونا للتساؤل دائما ودون استسلام، كأننا نحاول بذلك رفع التحدي أو إعلان الرغبة في التصدي لهذا التراجع الملحوظ، متفائلين بجدوى المحاولة في رصد الواقع وقراءة الآفاق. لهذا فهذه الورقة محاولة أخرى تنضاف إلى محاولات كثيرة اهتمت بالموضوع نفسه، وبالتالي فسيقسم هذا العمل إلى قسمين اثنين، أحدهما سيعنى برصد واقع اللغة العربية بمنظومتنا التربوية من خلال التقارير الوطنية والدولية، وأيضاً رصد بعض إشكالات تدريسها. أما القسم الثاني فسيهم آفاقها وسؤال تجويدها. فحين نتحدث عن واقع اللغة العربية بمنظومتنا التربوية، لابد من إشارة إلى مجموعة من التقارير الدولية والوطنية التي رصدت هذا الوضع. ومن بين هذه التقارير نجد التقرير التحليلي الأخير لتطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي أشار إلى التراجع الملحوظ لمهارات المتعلمين اللغوية، والذي وقف طبعا عائقا أمام عملية سيرورة تكوينهم، حيث إن مكتسبات المتعلمين ضعيفة في القراءة والكتابة إجمالا، والحال أنهما تشكلان الأساس الذي تبنى عليه التربية ونظامها. وليس من المفاجئ كذلك أن يشير التقرير السابق إلى هذا النقص، لأن البرنامج الوطني لتقويم التحصيل الدراسي المسمى باختصاراً PNEA، الذي تم تحت إشراف المجلس نفسه هو المجلس الأعلى للتربية والتعليم، قد انتهى إلى النتيجة نفسها، حيث اعتبر وضعية التحصيل لدى المتعلمين المغاربة حرجة تعترض الرفع من المردودية وتحسين أداء المتعلمين في المدرسة المغربية، وهو ما يحول طبعا دون إرساء منظومة فعالة، وهو ما تمت ملاحظته مرة أخرى من خلال التقرير الأخير للبرنامج بنياس PNEA سنة 2016. وهذا الوضع كذلك لم تنتبه إليه فقط التقارير الوطنية، إنما انتبهت إليه كذلك التقارير الدولية، حيث صنفت خويم بيرلز سنة 2007 أداء المتعلمين المغاربة في مجال القراءة في الرتبة ما قبل الأخيرة بمعدل 323 نقطة، الذي يعتبر دون المعدل الدولي الذي يبلغ 500 نقطة.
مما يعني أن مكتسبات المتعلمين المغاربة في القراءة غير كافية، وما دامت كذلك فهم لا يملكون أهم المهارات اللغوية الأربع التي يمكن للمتعلم من دونها أن يستمر في التعلم أو أن يرفع من أدائه اللغوي. فكذلك واقع هذه اللغة العربية وأزمتها نجدها حتى في تدريسها، حيث إذا تأملنا تدريسها في المنظومة التربوية نجده يعاني مجموعة من المشاكل والإشكالات. طبعا الإشكالات هي التي يصعب حلها ويحتاج إلى نقاش مطول وجهد كبير. فهذه الإشكالات، إشكال تدريس اللغة العربية بالمنظومة التربوية، أقسمها إلى أمرين: هو أمر مرتبط بمنهج التدريس، وآخر مرتبط بالمعرفة المدرسة. فإن إذا توقفنا عندما هو مرتبط بمنهج التدريس نجد أن اللغة العربية أصبحت جافة في تدريسها، أصبحت تفتقد جوهرها وخصائصها، لا تعتمد على الأساس الذي تقوم عليه أي لغة، وهو استعمالها وتضيفها في التواصل، وهذا ما تفتقده اللغة العربية في منظومة التربوية. فحين نتصفح المنهاج الخاص باللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية بالسكت الثانوي ننتبه إلى المساحة الرحبة المخصصة لتدريب المتعلمين على استعمال اللغة في سياقاتها المختلفة، مما يتيح الفصل التعبير عن آرائهم ومواقفهم. يعني أن اللغة هنا في اللغة الفرنسية والإنجليزية نجد أن هناك إمكانات أو مساحة مضافة للغتين في داخل تكوين المتعلمين، تتيح للمتعلمين استعمالها وتوظيفها في سياقات مختلفة، بعكس اللغة العربية التي نجد لا يخصص له هذا الحيز الزمني، وهو ما يجعل المتعلم يبتعد وينفر من استعمالها أو لا يحس أو لا يتذوقها ولا يحس بأهميتها في حياته. كذلك إذا انتقلنا إلى ما يسمى ما يرتبط بالمعرفة المدرسة نجدها معرفة أصبحت جافة، حيث إن المعرفة وجعلها في متناول المتعلمين يعد أمرا هاما لتحقيق كفاياتهم الثقافية وبناء باقي كفاياته في الآن نفسه. إلا أن الكتاب المدرسي الذي هو وعاء هذه المعرفة يعيش فقرا مضقعا في كل جوانبه ومستوياته البداغوجية والمعرفية، اختبارات الفنية والإبداعية التي يتضمنها وكذلك حمولته القيمية، وهو ما يزيد المتعلم نفورا عن لغته وفي المقابل يضعف أداءه ويقلل من تحصيله. لذلك يظل السؤال الآن: ما أهمية اللغة بالنسبة للمتعلمين، وما كيف نقوم بتجويدها لديهم وتحسين تحصيلهم اللغوي؟ فإن كانت اللغة العربية، بمعنى أننا لابد أول شيء يجب أن نجيب عنه هو تغيير النظرة إلى هذه اللغة. فإن كانت اللغة عموماً في اعتقاد البعض مجرد وسيلة للتواصل، فإن استعماله لها سيكون على مضض وإكراه، أو مجرداً من الإحساس بما تلبيه من أغراض يقصدها ويجهد نفسه على بلوغها، وهو بذلك يجهد فكره ويضلل نفسه بين سوء التركيب ورذاءة المعنى، حتى إذا تحدث أتلف خيط كلامه، وإذا كتب أخطأ تصويب سهامه، فكان النص بذلك ركيكاً تدخله عطشا ويخرج منها دون أن تروي العطش. فالمتكلم باللغة العربية لا يلفظ الكلمة هباء دون انتقاء، إنما يختار اللفظ المناسب للمعنى الذي يرضاه، وهذا ما كان أن يكون دون تذوق اللغة، حتى إذا وقع بمسمعه قول رأيته إما يستحسنه أو يستهجنه، وفي ذلك انجذاب لمحاسن اللغة العربية ووعي بخصائصها. لهذا فالمتعلم حينما نعلمه أبجديات اللغة العربية في السكت الثانوي الابتدائي، أو حين نزيد من درايته بها وكيفية حضورها في مختلف النصوص، فإن المنتظر منه أن يجيد اللغة ويتملك مهاراتها، إلا أننا نتفاجأ بوضع آخر يتمثل في ضعف مكتسبات المتعلم ودنو أدائه اللغوي، مما يجعل معظمهم في نفور من تعلمها وفرار إلى غيرها بدل الرغبة فيها. ولعل هذا النفور إذا أردنا أن نفسره يعود بالأساس إلى أن تدريب المتعلمين على اللغة العربية قد وقف عند المتون والمعارف بأشكالها المختلفة، في غفلة تامة عن أهمية الذوق في تعلمها، بحيث إنه الوسيلة الأمثل لجذب المتعلمين وترغيبهم فيها. وهذا الذوق لا يتحقق دون جهد مقصود، سواء من خلال تأليف الكتب أو منهجية التدريس، إنما نبلغه حين نجعل المتعلم متعطشاً للغة، لا يرتوي منها إلا باستعمالها أو الاستماع لمستعمليها،
أو الاستمتاع أسف لمستعمليها، مميزا بذلك السليمة عن غير من غيرها لفظا ودلالة دون جهد جهيد، إنما صديقة. بالتالي إن كانت غايتنا ترغيب المتعلمين في لغتهم وتحبيبهم فيها، فإن الذوق وسيلتنا لبلوغ ذلك، حيث بفضله يمكن أن نزرع في المتعلم دافعية داخلية المنشأ لا تنتهي بانتهاء حصص الدراسة أو لحظات منها، إنما تظل متقذة في نفسه حين تعلمها واستعمالها. وهذا الأمر الذي تحدثنا عنه الآن المتعلق بالذوق اللغوي وأهميتها عند المتعلمين دفعني إلى السؤال عن آفاقها. فهذا السؤال طبعا سؤال صعب الإجابة عنه، ولكن وجدت محاولة للإجابة عن هذا السؤال من خلال إعداد استمارة وزعتها على عدد من المهتمين بالشأن التربوي والممارسين في ميدانه، سيرا على المثل الذي يقول أهل مكة أذى بشعابها. لذلك وجدتني مدعوا إلى إعدادها وتوزيعها إلكترونيا ورقميا ليسهل علي تفريغها في وقت بالتالي بعد تفريغ معطيات الاستمارة التي شارك فيها 97 شخصا مهتما بالشأن التربوي، والذين أجابوا عن أسئلة مختلفة تهم وآراءهم في واقع اللغة العربية ونظرتهم لما يعيشه المتعلمون من تعثرات، انتهينا إلى تجميع عدد. نعم في دقيقة. إذن بقي فقط توصيات متعلقة بأفاق اللغة العربية. إذن انتهينا من خلال هذه الاستمارة إلى تجميع عدد من التوصيات التي تستهدف تجويد مكانة اللغة العربية وتحسين وضعها بمنظومتنا التربوية. من بينها على سبيل الاستعجال والمثال فقط الحصر، استعادة اللغة العربية لمكانتها عند متكلميها رهين بجعلها لغة البحث العلمي ولغة المراسلات والتقارير الإدارية بدل اللغة الفرنسية التي ما زالت تخلد ذكرة الهيمنة الاستعمارية. إعادة النظر في المقررات الدراسية من حيث مضامينها لتلائم حاجيات المتعلمين اليومية وتمكنه من تذوق اللغة العربية. التركيز على الكيف باعتباره خاصية لغوية تجعل حياة اللغة العربية رهينا باستعمالها وتوظيفها، بدل الكم الذي يجعلها رهينة بمدى حفظ المتعلم لمثونها. الانفتاح على مختلف التجارب الدولية في تدريس اللغات واستثمار أنجعها في تجويد طرائق تدريسها، فتح المجال أمام البحث العلمي للوقوف أمام قضايا تعليم اللغة العربية وتعلمها، الاستفادة من البحوث الأكاديمية المهتمة باللغة العربية سواء من حيث تدريسها أو دراستها. طبعا هناك عدد من التوصيات كذلك في هذا الباب، وبناء عليه فرغم أن الآراء التي أوردناها ضمن سؤال الجولة وآفاقها آفاق اللغة العربية متنوعة ومختلفة، إلا أنها لا تعد حاسمة في تجاوز الوضع الراهن دون أن تتوفر إرادة سياسية تأخذ على عاتقها مسؤولية تحسين واقع اللغة العربية. وشكرا. شكرا دكتور العجان يوسف من المغرب على هذه المداخلة القيمة كذلك، والتي حاول من خلالها رصد واقع اللغة العربية بالمنظومة التربوية بالمغرب، وكشف أو وقف عن قرب على مجموعة من الإكراهات التي تعاني منها اللغة في المنظومة التعليمية المغربية. وما أظن بأن هذا الأمر يقف عند المغرب فقط، ولكنه مشكل يكاد يكون عاما في مختلف المناطق أو الدول العربية، خصوصا في مدارسها ومعاهدها. كذلك حاول وضع مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تسهم في إنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذا المجال. شكرا مجددا للدكتور يوسف عجان من المغرب. إذن مباشرة أحول الكلمة للباحثة الدكتورة حرية، أستاذة حرية ومن من الجزائر، في مداخلة مع منال تريكي بعنوان اللغة العربية وإشكاليات الهوية في الجزائر. فلتتفضل الدكتورة حرية
لتركيا عرضها؟ للحفاظ على الهوية الجزائرية لا يكمن إلا بانتشارها على جميع الأصعدة الاجتماعية الثقافية والتعليمية، حيث لا يقبل كل من استعملها أو مسيرتها للتطور على أي نوع من الإقصاء. هذا ما يساهم في دعم اللغة العربية. وما يمكن فقط ختاماً لهذه المداخلة، يمكن ختام بمقولة الشيخ والعلامة عبد الحميد بن باديس، حيث قال أن الأمة الجزائرية متكونة وموجودة كما كونت وجدت كل الأمم، ولهذه الأمة تاريخها الحافل بجلائل الأعمال، ولها وحدتها الدينية واللغوية، ولها ثقافتها الخاصة وعوائدها وأخلاقها بما فيها من حسن وقبيح شأن كل أمم الدنيا. إن هذه الأمة الجزائرية الإسلامية ليست هي فرنسا، ولا يمكن أن تكون فرنسا، ولا تستطيع أن تصير فرنسا ولو أرادت، بل هي أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد، في لغتها وفي أخلاقها وفي عنصرها وفي دينها، لا تريد أن تندمج، ولها وطن محدود معين وهو الوطن الجزائري بحدوده الحالية المعروفة. شكرا. العفو دكتور، فقط هناك هذا الشق، فقط هذا الشق الأول من مداخلتي، لأني أردت أن أتطرق إلى الجانب التاريخي للغة العربية، يعني واقع اللغة العربية والهوية الجزائرية من جانبها التاريخي. أما جانبها الحالي، فاللغة العربية في الجزائر فهي تعاني معاناة شديدة جدا، وذلك من خلال ازدواجية اللغة في الجزائر، وبالموازنة بالموازنة مع اللغة الفرنسية التي اكتسحت جميع مؤسسات والإدارات الجزائرية بمختلف الإدارات الجزائرية، كذلك العلوم أو الدراسة في الجزائر اكتسحت اللغة الفرنسية، كل العلوم وشتى العلوم، تدريس شتى العلوم باستثناء العلوم الإنسانية والاجتماعية فقط التي تدرس باللغة العربية. نعم، سينشر المقال لاحقاً وسنستفيد منه جميعا. شكرا دكتور علي، ومعذرة عن الإطالة. العفو. شكرا للدكتورة حورية ومان من الجزائر على هذا العرض القيم، والذي عالجت من خلاله مجموعة من الإكراهات، مجموعة من المشاكل التي تعاني منها اللغة العربية منذ الاحتلال الفرنسي لهذا البلد، فحاولت رصد دور الاستعمار في تضييق ومحاولة القضاء على اللغة العربية من خلال خلق ما يسمى بالتعليم المزدوج وإقصاء اللغة العربية من التدريس، وأيضا أشارت إلى دور المقاومة الجزائرية أو المقاومين في استعمال اللغة العربية ورفضهم للتعليم الفرنسي، كما أشارت كذلك في جهود الدولة بعد الاستقلال لدعم اللغة العربية في البلاد. شكرا مجددا للدكتورة حورية على هذا العرض. أعتقد بأننا استوفينا جميع المتدخلين، وأفتح الباب للمناقشة لمن أراد أن يناقش أو يطرح سؤالا أو يعقب أو يتفاعل مع أحد المتدخلين. لكم الكلمة. نعم، الدكتورة مفيدة من ليبيا، تفضلي. وكل ينسيه الترسم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. شكرا دكتور على إدارة هذه الجلسة، ونشكر جميع المتداخلين وورقاتهم القيمة اللي طرحها. عندي تساؤل وحيد الأستاذة أو الدكتورة حورية عن الأكاديمية الفرنسية اللي سنة 1967 تم إنشاؤها لتدريس الأمازيغية، هل كان فيها لها دور واضح في الجزائر، أو كان لها مريدين؟ بمعنى هذا السؤال الوحيد. ألو. نعم. شكرا نعم. دكتورة. شكرا دكتورة مفيدة. عفوا.
ننتظر دكتور حريه، ننتظر ان كان هناك اسئله اخرى من طرف المتدخلين، ونعطيكم الكلمه في النهايه لتجيبوا على الاسئله. هل من سؤال او تعقيب؟ إذن للدكتورة حرية لتجيب. شكرا دكتور علي على تحت الكلمة، شكرا دكتورة مفيدة على السؤال مهم والقيم. نعم، فرنسا أسست أكاديمية لتعليم اللغة الأمازيغية بعد الاستقلال من أجل كما تطرقت سابقا، لأني تطرقت جزئية فقط من مداخلتي، وهي الجذور التاريخية أو المنظور التاريخي لواقع الهوية الجزائرية، اللغة العربية وإشكالية الهوية الجزائرية. فرنسا ما منذ دخولها أو منذ غزوها للجزائر حاولت طمس كل ثوابت ومقومات الوطنية للشخصية الجزائرية بما فيها خاصة الدين الإسلامي واللغة العربية، وكانت ترى في الدين الإسلامي في اللغة العربية هي الداعمة للدين الإسلامي، لأن اللغة العربية انتشرت انتشار كبير بانتشار الدين الإسلامي في شمال إفريقيا وفي الجزائر بصفة خاصة. فرنسا منذ دخولها لشمال إفريقيا حاولت إنشاء الأكاديمية الأمازيغية بمصطلح الحديث، يعني بمصطلح الحالي، حاولت إنشاء الظهير البربري. هذا الظهير البربري حاول من خلاله هو التفاف الأمازيغ على الأمازيغ الأصليين سكان شمال إفريقيا على مع الإدارة الفرنسية ودعم الإدارة الفرنسية من أجل دعم الاستعمار الفرنسي في شمال إفريقيا ومحاربة كل مقومات لشعوب شمال إفريقيا، حيث أن من بين النظريات الفرنسية لشرعنتها للاستعمار الفرنسي لشمال إفريقيا، وهو أن السكان الأصليين لشمال إفريقيا هم الأمازيغ، وأن العرب هم عبارة عن غازين لشمال إفريقيا، وأن العربية هي دخيلة، ولهذا دعمت منذ تواجدها في أو احتلالها منذ احتلالها لشمال إفريقيا بما فيها المغرب والجزائر وتونس، دعمت اللغة الأمازيغية ودعمت هذه النظرية. وكذلك بعد الاستقلال أسست لمراكز ومؤسسات وهيئات وجمعيات تطالب وتدافع عن اللغة الأمازيغية وعن كل ما هو يعني يحاول أن يحارب بنظرتها هي، يعني بنظرتها هي يحارب أو يقصي اللغة العربية في مفهومها أن انتشار اللغة الأمازيغية وأن اللغة الأمازيغية تكون هي اللغة الرسمية في أي بلد من بلدان شمال إفريقيا سوف يقضي على اللغة العربية ويقضي على الثوابت والشخصية الجزائرية. كذلك كما تطرقت مداخلتي أن هذه الأكاديمية أنشئت من هذه الأكاديمية أنشأتها ودعمت الطبقة المثقفة الأمازيغية في فرنسا ومنحت لها الامتيازات كبيرة، وكذلك كونتها في كذلك في الفكر العلماني الفرنسي من أجل محاربة الهوية الإسلامية واللغة العربية في الجزائر. وللأسف الشديد وهذا ما حصل، ولحد الآن موجودة هذا الفكر الأيديولوجي في الجزائر، وهو أن كل من هو معادي للغة العربية تجده يتكلم بلغة فرنسية أو لغة أمازيغية. للأسف الشديد، وأن أغلب الأمازيغ في الجزائر هم فرنكفونيين، تلقاهم يتكلمون إما الأمازيغية أو الفرنسية فقط، لا يتقنون اللغة الأمازيغية ويتقنون اللغة الفرنسية، أما اللغة العربية فتجدهم
حتى وإن كانوا يتقنونها لا يتحدثون بها ولا يعترفون بها. وهذه النخب يعني مؤخرا خرجت للعيان وضغطت على الحكومة الجزائرية وضغطها المؤخر حوالي 10 سنوات، حتى أن الحكومة الجزائرية اعترفت بمطالبهم ورسمت اللغة الأمازيغية كلغة رسمية ثانية للدولة الجزائرية. عفوا إذا سمحت لي أستاذ، إذا سمحت لي ممكن نسأل الأستاذة دكتورة؟ تفضل. دكتورة حورية، هل أنت عربية أم أمازيغية؟ دكتورة يعني صراحة سؤال محرج جدا، محرج جدا. أنا نبي نوضح لك سؤالي، لأن أنت قلتي الجزائر هي دولة أمازيغية والشعب الجزائري أمازيغي. أنا بنبه على نقطة أن حرف الضاد موجود نعم. في اللهجة في اللغة الأمازيغية، وحرف الضاد نعم. هذا للغة العربية فقط وتختص به اللغة العربية. نعم. وهذا جدال بين المثقفين حول يعني الأمازيغ في شمال أفريقيا، وكذلك في ليبيا عندنا نفس الإشكالية ونفس النقاش ونفس. لكن أنت عربية أختي حورية، أنت عربية، وإن اللغة وحتى اللغة الأمازيغية تتعامل بحرف الضاد، والضاد هي للغة العربية فقط، أعتقد ذلك. دكتورة مفيدة، أنا حتى ولو كنت أمازيغية 100% أنا مع اللغة العربية واللغة الأمازيغية، التي اللغة الأمازيغية الحرة التي يعني التي لا تعترف بالدعم الخارجي لها. يعني اللغة أنا لا أنكر بالعكس تنوع الثقافي والتنوع اللغوي في الجزائر يكسب يعني هذا ثروة، يعني ثروة ويعني كنز للمجتمع الجزائري، وأفضل أن يعني تنتشر اللغة الأمازيغية واللغة العربية وتتقوى اللغتين وأن تتقوى من خلال دعم كل المؤسسات وكل الشرائح المجتمع سواء كان حكومي رسمي أو غير حكومي، لكن بدون دعم خارجي، لأن الدعم الخارجي هو من ساهم في نشر بعض الأفكار وبعض الأيديولوجيات التي ساهمت في زرع الفتن الداخلية. فهمتيني دكتورة؟ هذا ما قصدتم. شكرا دكتورة حورية. في الحقيقة أنا من وجهة نظري هناك فقط دكتور، هناك فقط يمكن هناك قضايا يمكن طرحها يعني ويمكن الحديث فيها، وهناك قضايا لو نطرحها ونستمر في الحديث فيها ممكن نخرج عن إطارنا ونتحدث في الجانب السياسي، لأنه كلما يدخل في الجانب السياسي يعني يحيد عن جمالياته وعن حقيقته. نعم دكتورة، شكرا لك وشكرا للدكتورة مفيدة. فقط عندي بالنسبة لوجهة نظر أن الاستعمار كان حاول أن يفرق ما بين سكان البلاد سواء في المغرب أو الجزائر أو في تونس أو ليبيا وغيرها بخلق ما يسمى بالظاهرة البربري، ولهذا أعتقد بالنسبة لنا في المغرب على الأقل أن الكل نضل في تلك المراحل التاريخية ضد هذا القرار، والكل توحد من أجل هدف واحد هو استقلال البلاد وطرد الاستعمار آنذاك من البلاد. أنا أعتقد بأنه لا في الوقت الراهن لا داعي لكي نعود ما بين الطبقات السياسية والمفكرين إلى هذا النقاش حاليا في الزمن الراهن داخل البلد الواحد ما بين العرب من جهة والأمازيغ من جهة واليهود من جهة أخرى أو طوائف أخرى. فالكل ينتمي له هوية الوطن، والكل ينبغي أن يتجند من أجل خدمة مصالح البلاد والقضايا الكبرى التي تهم البلد، بغض النظر عن
يعني الانتماء او الدين او غيره، ولكن المصلحه العليا هي المصلحه، مصلحه الوطن اولا واخيرا. اذا اعطي الكلمه لمن له تعقيب او مداخله او سؤال. هل من متدخل؟ هل من متدخل؟ وإن سمحتم لي. السلام عليكم، هل تسمعني أستاذ؟ نعم تفضلي. مكي أظن. نعم معكم الدكتورة هدى مكي مرة أخرى. أنا صراحة استمعت يعني للمداخلات اهتمام كبير جدا، ووددت لو كانت مداخلات التي قدمت في هذه الجلسة، وهذا الاهتمام باللغة العربية يعني بغض النظر عن الاختلافات، بغض النظر عن أي معطى قد يعني يؤثر عن هذه الفكرة الأساسية، ما يجمعنا الآن هو اللغة العربية والبحث في اللغة العربية تكريما للغة العربية. إذن الأكيد أنه من شأن أبحاثنا الآن أن ترتقي بمستوى اللغة العربية من جهة، وأن تخدم اللغة العربية من جهة أخرى. إذن قد رسلني مجموعة من صراحة الأساتذة على الواتساب توضيحاً لبعض المعطيات التي ذكرتها في مداخلتي. إذن أخبرهم أن الأكيد أن المقالة سأضمنها لمختلف التفاصيل والترجمات الممكنة للمصطلحات التي استعملتها، وأختم قولي بتكرار نفس الفكرة، ما يجمعنا اليوم هو خدمة اللغة العربية واهتمامنا المشترك باللغة العربية مهما كانت جنسياتنا، وهو أمر مشرف لنا جميعا. تحياتي للسيدات الأساتذة والسادة الأساتذة، السلام عليكم. دكتور علي. شكرا دكتورة هدى بالمكي. نعم دكتورة علي. نعم فقط أشكر بالملكمي على هذه الالتفافة. أحببت فقط أن أشير إلى نقطة مهمة دكتور، أن اللغة العربية لن ترتقي إلا بتطويرها ودعمها وتعليمها في شتى العلوم، سواء العلوم العلمية والعلوم الإنسانية وحتى الفنون. نرى دكتور مثلا في حالة في جامعاتنا العربية، لماذا العلوم التقنية والعلوم العلمية تدرس باللغات الأخرى، الإنجليزية مثلا في الجزائر تدرس بالفرنسية وكذلك في المغرب، والعلوم الإنسانية تدرس إلا باللغة العربية فقط. هذا الإقصاء للغة العربية في العلوم التقنية والعلمية التي تؤدي بتطوير تطوير الشعوب وتطوير الدول، هذا إقصاء متعمد، وهناك من يحارب هذا الإقصاء. مثلا نحن في الجزائر في الجامعة التي أنتمي إليها هناك جهود جبارة لبعض الباحثين في أنهم يترجمون أي عمل أكاديمي علمي، سواء في البيولوجيا، سواء في الفيزياء، في الكيمياء، في الهندسة، باللغة العربية، ويناقش الطالب باللغة العربية دعما للغة العربية، بأن اللغة العربية هي لغة علم وليست فقط لغة فن ولغة ثقافة ولغة علوم إنسانية. لو ندعم اللغة العربية في هذا الجانب سوف نتطور، وإن شاء الله يعني نزدهر. وفي العديد من الدراسات دكتور علي، في الدراسات في يعني أنا لست متخصصة في الدراسات واللهجات واللسانيات، في اللسانيات يقال أن اللغة الإسبانية واللغة الإنجليزية استمدوا الكثير من مصطلحات من اللغة العربية، واللغة الإنجليزية هي لغة العلوم ولغة التطور العلمي. لماذا لا تكون اللغة العربية لغة تطور علمي ولغة العلوم؟ لو نصل إلى هذه المكانة أو إلى هذا، لو نشهد في هذا المجال، سوف تزدهر اللغة العربية وتزدهر كل البلدان العربية، لأن بازدهار اللغة العربية تزدهر كل الدول العربية. وشكرا. شكرا دكتورة حرية. أظن أن هذا ونقاش يعني موجود في مختلف أنحاء الدول العربية على جميع المستويات، والكل يتحدث عن هذا الأمر وليس بخفي أو جديد. نعم، إذن هل من متدخل آخر؟
فقط أشير من جانبي إلى عندما تحدث الدكتور سعيد الحبيلي عن مدينة تومبوكتو، أشار إلى الرحالة المغربي الحسن الوزان أو الملقب بليون الإفريقي. عندي في إطار تعقيب فقط وتفاعلا معه أن هذا الرحالة المغربي وهو قام بزيارة لمجموعة من المناطق الإفريقية ومنها تومبوكتو، فقد كان يشير إلى القوافل التجارية التي كانت تفيد على تومبوكتو، وقال بالضبط أنه لا تخلو أي قافلة من القوافل التجارية من وجود الكتب التي كانت تحمل من الشمال الإفريقي إلى المناطق الإفريقية، وهذا دليل على أن الكتاب كان ضمن النشاط التجاري القائم آنذاك في القرن السادس عشر ما بين المغرب أو شمال إفريقيا عامة وما بين المناطق الإفريقية جنوب الصحراء. شكراً للأخ سعيد على معلوماته القيمة عن مدينة تومبوكتو. أنا فقط أستاذ لإثمار النقاش، أنا السؤال الذي حيرني ليس هو الكتاب أو الكتب التي كانت آنذاك منتشرة في هذا الجزء من إفريقيا بمعنى إفريقيا الغربية، إنما أردت أن أعرف يعني من أين تأتي هذه المادة الخام اللي هي الورق، بمعنى أنه عندما نتكلم عن نهضة ثقافية، نهضة علمية، ونتكلم عن مئات بل بعض الأحيان آلاف الكتب والمخطوطات يتبادر إلى الذهن يعني المادة الخام التي كان يصنع منها الورق، علما أن بعض يعني أغلب الرحالة لم يشيروا إلى المدينة أو المدن سواء في إفريقيا أو خارج إفريقيا التي كانت تصنع المادة الخام هي الورق، بمعنى أنه علما على أن الورق هو يعني شرط أساسي لكتابة أو للكتابة، ثم أيضا ليس فقط صناعة الورق بل أيضا حتى يعني الحفاظ عليها وتخزينها، لأن هذه كلها يعني آليات معقدة نوعا ما، فيعني من أين يأتي هذا الورق؟ إذا يعني هذا هو السؤال المحير، يعني شخصيا أجده السؤال المحير. نتكلم عن اللغة العربية، عن تعميمها، على إرفائها، عن الكتاتيب القرآنية، عن الجامعات، عن الكتب التي كانت تباع في الأسواق، لكن لا نعلم بالضبط من أين أو كيف كانت تكتب بالأحرى. هذا هو السؤال، من فضلك دكتور. شكرا. شكرا دكتور سعيد. شكرا. هل من متدخل؟ دكتورة مفيدة، نعم تفضلي. السلام عليكم مرة أخرى. سأسمحكم عذرا على المداخلات. مرحبا. الأستاذ الدكتور الكريم تكرر عن الأوراق كيف وصلت إلى الكم الهائل من هذه المخطوطات. أنا في خلال من الورقة اللي عن جذور العلاقات العربية الأفريقية وتأثيراتها، احنا تكلمت على جزء معين، احنا حاولت الاختصار الورقة قدر الامكان ان 10 دقائق لا تفي الغرض بصراحة ولا تفي المعلومة. تجارة القوافل من قبل العهد الإسلامي تجارة القوافل كانت نشطة جدا بين شبه الجزيرة العربية وبين الساحل الشرقي لأفريقيا، وكذلك بين دول الشمال الأفريقي، ونذكرت أن طرابلس كانت تعتبر شبكة لطرق القوافل. كانت الاهتمام فيما سبق أن وخاصة مدينة فاس ومدينة المغرب كانت الاهتمام بالرحلات الحجازية،
يعني نحب نذكر الجزئية هذه، لأن كانت الرحلات الحجازية كانت ليس رحلة دينية فقط من شمال أفريقيا إلى الأراضي المقدسة، وإنما كانت الرحلات هذه كانوا السلاطين وكانوا أهل العلم كانوا أثناء تنقلاتهم خلال القوافل على الدول المجاورة بالكامل كانت في فترات راحة وفترات انتظار، وكان معظم السلاطين كانوا يهتموا بالعلماء ويجالسوهم وكانوا يهتموا حتى هي بالمخطوطات وكانوا ينقلوا العلم هذا، بل بعض السلاطين وخاصة في تمبوكتو بعض السلاطين كانوا يجلبوا معهم في المهندسين والفقهاء واستضافتهم في هذه المملكة لتعليم الأفارقة وتعليم الأهل أفريقيا، وكذلك لنقل ونسخ بعض المخطوطات. هذه في دراسات عدة في الخزانة المغربية على ما أذكر، عندما قمت بأحد زياراتي للخزانة المغربية لجلب الوثائق اللي تتكلم عن الرحلات الحجازية، غنية جدا خزانة فاس وفي الرباط غنية بهذه المخطوطات، وكانت تتكلم على استجلاب الورق من الدول الآسيوية بمعنى أو من شبه الجزيرة العربية، وكانت المخطوطات في بعض الأحيان كانوا يدفعوا في أثمان باهظة لاستجلاب بعض المخطوطات لدراستها أو ضمها في هذه المدن. أعتقد هذه حسب الدراسة يعني حسب ما وصلت إليه. وكانت الرحلات الحجازية ما فتحت أفاق للعلم وللنسخ وللترجمة وكذلك تفضلي دكتور تفضلي. أعتقد ما في صوت أوكي. وكانت المحطات المعروفة أثناء الرحلات الحجازية كانت هي منابر علم، مثلا فاس، زيتونة في مصر، في تونس، في مصر الأزهر، كانت هذه المحطات اللي كان يرتاحوا فيها كانت تأمها كل العلماء وكان الطلبة في نفس الشيء. هذه أعتقد أحد الوسائل نقل الحضارة العربية إلى أفريقيا ونقل اللغة العربية والمخطوطات. وشكرا. شكرا دكتورة مفيدة، شكرا على هذه الإضافات الغنية. إذا ممكن تساؤل بسيط؟ نعم تفضل. نعم أشكر، نعم أشكر دكتورة مفيدة جبران على هذه التوضيحات. نحن لا نشكك يعني في وجود المخطوطات والكتب والإرساليات إلى ما غير ذلك، ونحن نعلم أيضا على أن حسب كتاب روض القرطاس وكذلك تحفة الناظر على ما أعتقد في كتاب الخاطع إلى غير ذلك تحدثت عن الموضوع، حيث أشارت إلى أن مدينة فاس فعلا كان يوجد بها وحدات إنتاج الورق في بداية القرن الرابع عشر، إلا أنه من القرن الرابع عشر إلى القرن الخامس عشر لا نجد أثرا لهذه الوحدات الإنتاج لصناعة الورق، بمعنى أنه نحن يعني لنا ثقة كبيرة في المصادر التاريخية، إلا أنها لا تشتغل لنا، وهذا هو السؤال المطروح. لمن عندما نتكلم عن عمل ما يعني هو عمل يعني متسلسل ويعني ممتد في الزمن وفي المكان، لذلك مادة الورق اللي هي مادة أساسية في نشر يعني المخطوطات والكتب يبقى سؤال يعني نوعا ما غامض بالنسبة لي شخصيا، بالنسبة لي أنا شخصيا ربما يعني كانت هناك يعني وحدات إنتاجية، إلا أننا يقال على أن مدينة مدغشقر أو بلاد مدغشقر ربما كانت توفر لنا هذه المادة، لكن ليس هناك يعني إثباتات إلى أن تلقوا إثباتات يعني تاريخية فقط يعني. وشكرا.
شكرا سعيد. اكيد لان حتى المرحله كانت مرحله تبادل تجاري سواء مع الشرق او مع الاوروبيين او مع المدن الايطاليه، فكان هناك يعني كان هناك تبادل تجاري نشيط مع خاصه مع الجنوب الاوروبي، فاكيد انه كانت بالاضافه لنا في المغرب كانت هناك صناعه الورق في العديد من المدن المغربيه، وكانت ربما تلبي الطلب آنذاك. والدليل وهو أن صناعة يعني التأليف المؤلفات التي كانت تؤلف عندنا هنا في المغرب، يعني كانت في جميع المراحل التاريخية كان هناك تأليف على الورق، فكانت صناعته كما أشرت فقد كانت صناعة الورق في فاس وفي غيرها من المدن المغربية. هل من متداخل آخر؟ وإلا فإننا سننهي الجلسة بعد ساعة وأربعين دقيقة. إذن لا يسعني إلا أن أشكركم مجددا على هذه العروض القيمة والمهمة والتي سنستفيد منها وسيستفيد منها الجميع بعد نشرها إن شاء الله بعد طبعها لاحقا. فالشكر موصول لكم وتحياتي لكم جميعا. مع السلامة. وطلع لكم.